الخلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورة اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبالجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يمكن مشغول في مسافر خانه في مسافر خانه شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم انا ما قايل لك اتعوش عمو يعطيهم يوسف عمو ها ترى هي ام يوسف فتحت لي الباب خاف انا اعطيته تبي الصديق انا افزع منها وايش اللي فزع لك ايش بزودته ترى من قبل انست هناك بيتهم وهي طردتني وايش السبب ايش اللي خليها تطردك لازم تسوي شيء خليني اشرح لك مو تشرح لي مو تشرح لي مو مودنك هناك بتعروستي هيك تسوي اسرك ايش مودنك هناك كنت انا كنت غويان كنت حتى عطتني غويتني كنت غويان قبل ما اجي اشتغل عندك وحمو ما خبرتني قبل عجب حمو وانت عطيتني انا فرصه حتى اتكلم زين يوم عطيت ام يوسف الشجار ما قالت لك شيء قالت لي يا ولدي بيكون السامان محل نحن بيكون انت غلطان في المكان صار من دهوقيتك ابونك تغلط في بيتنا زين هو مو قال يا ولدي وحدي ما فهمت منه شيء جلس يطبق لي بالكلام ويتفافى لي صدق همي يوم جا وانا بعد ما فهمت منه شيء معرم ويتكلم معرم ويقول وحدي ذا الولاد سكت عنه دخلت يطبق ما يتطبق ذا ما يتطبق
تصدقي وما تصدقي؟ هو أبوي. هذا الشايب خلف؟ إيه؟ إنسان طيب وأصيل مسكين. إيه مسكين واحد. نعم الناصر. نعم ما يقصر. هذا ما يشوفني خاطب قدام دكانه إلا ويسلم علي. شوف انت. ويقول لي والدي تعال تعال ولدي يوسف اجلس حياتي. واجلس حياته. ويجلس يسألني يقول لي والدي ما محتاج شيء. ما تبغي شيء ولا شيء. هناك أمك ما تبغى شيء. إذا كان صح. يسأل عني. يسأل علي مسكين. إذا تبغى شيء ولا شيء خليها تراد دكان دكانه. طب ما يوديك كل يوم هناك حتى ليش فخ؟ مو هناك. كل يوم. وما تعق أقل عليه هذا البيت. مو خصة الدخل في أشياء ما تخص هذا أشياء ما رجعت مو خصة شيء. أنتي قلت لي خلينا كلام أخوش. أنت تدخل هي الحرمة تدخل بنية أبو تقوله. أنت مو يوديك هناك الدكان تطالع عنا من الصبح تقول تصير تدور شغل وأنت تصير تفخ هناك. أبوي لا هذا ولا ذاك صاني أسير أخطف حيطة سلم عليه مساكين شايف خلي طيب. ولا إنك ما تشتغل هناك ما. حسبتك تصير تتخرج. إنزين اسمع أنت أحسن لك عند الكلام تصير شد السامان وودي يقول له هذا جايب لنا بيكون بالغلط ولا شيء بشكارك هذه نعمة هذه حد يشيل نعمة هذه نعمة مسكين ما مقصر جايب لنا يلا بيته وقدر ياها ما زين أبوي هذا جايب لنا بالغلط يمكن ما مالنا الفكرة الراس لنا حل بيته هو جايب لنا هنا ومفكر علينا مع رامي جيب هذه فاتحة عجب كان بغي كذاك أنا أسحى شلو قلسوا خلي لا توكلي قلسوا أقولكم بزير وحدي أودي عند الرجال بيكون ما حالنا وكان حالنا بعد وصلنا نوكله كان قلت ليش زين لكن حد منكم يمسه حاول ما حاول خلي قلسي يا الله محلا كليك لي فطوم قلسي أبي ما غاوي هذي ما غاوي شايف خلف أبي هذي يا الله محلا يا سلام هذه طيب على قص يبغى على قص جزء بالنص هذا الجزء ما يدخل بيت هذا المونة ما يدخل يا الله محلا خلينا نوكي المونة ما من كيسش من كيس شايب خلف هذا خلينا جيرة يا أخوي جيرة ما جيرة خلصت البقر وين جرى الناس ولا جرى كيف زين بعد لازم جيرة جيرة ما تأكلون غير جيرة أنا غريم يأكلون غير شيء يا له سوى جيرة شايب خلف هاي من فضل جي لا يا الله بدك تصدق في عينك. ايه يا قلت جاي ها؟ جاي؟ زي احسنت عنتون برق انا برق. اهلا بيوسف حي الله. مرحبا الشايب خلف. كيف حالك؟ وحالك؟ حي الله بيوسف. خير؟ الحمد لله. والسوق باصط؟ الحمد لله. دارت البركة دارت البركة يا يوسف. خليك الشايب خلف. مو حالي؟ الحمد لله بخير وعافية. وحال صايرين؟ الحمد لله كله ما يشكو بس. كيف حال يوسف وفطوب؟ كلهم بخير يسلموا عليك. ومو حال عواش؟ عواش بخير وعافية الحمد لله تسلم عليك وتسأل عنك. الله يسلمها إن شاء الله من كل شر. حمو يعتنها مني بعد. يوم وديكم يوسف ولا حد من أولاده عطهم بوي بغيو. ما يجب على الطريق اللي انتو ها؟ هل مو بعد جيت انها من مسافر خالي ما علي ما علي مسكين واجب عليه هو ايه اخوي الشايب خلف ايه انا ما قايت انك حسامان ولا اخذ اغراض بس عرف جاي عشان الغواج الدفعي شوفوا يا يوسف ها اعتبر ايه هن مدفوعات انا حسابكم في الدفتر واضح كله محيتي كله اي نعم ما يستوي ما يستوي ونص امو محيتي كله تأكد بيكون ما محن لا من حياتي إيه حياتي أحسن كذاك الله ألف خير ما تخسر شايب خلف أسميك إنك وافي أحسنتي أنا يا ود الحلال قايت إنك اليوم إيه اليوم جاني عن تور مجيب وقايب يا سامان وقلت له من هنا السامان قال يا وين الشايب خلف ووصلني وين السامان حالكم انتو قلت له ما من عادة الشايب خلف يطرش سامان حالنا نحن بيكون تغويان ما حالنا شلة يا ابو قال لا بخليه وانا يا ابوك يوم شفت السامان ما رمنا نمسه قلت حق صغيرين لا تمسه يوم ما حالنا اصير اتاكد وحدي اي نعم بيبوح احد ثاني لا يا ام يوسف الله يسلمك يرى واحد من الاصدقاء والاصحاب ايه جاي من البلاد اليوم وعاد حين جاي باللي صوقه منه
وعاد ما هجاني صدقوا على مساكين قلت لازم اعطيهم النص النص حالهم بالله جاء اليوم يوسف ايه؟ الرسول وصل سابع جار والنعم ايه؟ والنعم وانت وافي اي بالله قال ما عندك حيان غيرنا نحن يعني اي نعم محلي غيركم ايه؟ محلي غيركم نعم احسن عقب انا اترخص لا 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 امور اترخصين كيف اقول هنا القهوه اليوم هي بالحقيقه يا ام يوسف اليوم انا والاستاذ حمدان بيكون بنزوركم مو هناك شيء خاطركم ولا شيء لا لا بس ترى نجد نحن اهل وجيران لازم علينا الواجب نزوركم ولا ما اقدر اي نعم اي انزين عقب متى تجيو اليوم قلت لي بيكون ليلة ان شاء الله نجيكم عقب انا احرسكم ايه البيت بيتكم احسنت عقب انا تو اترخص اسريحي احسنت الله يلا يبارك فيك ويخليك وكل خطوه ان شاء الله يلا. احسن شايب خلف يا شوف جزاك الله الف خير شايب خلف فمالا شايب خلف مالا ابوي مالا سلمي سلمي على صغيري سلمي ابوي سلمي سلمي على الخطيبه عنتر هو عنتر تعال 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 بطل شو قلت حمدان تعال ليه ساير هي ساير هي ماشي طيب بيت حمدان وين جيت بيت حمدان انا قلت لك شاشه عشان تمشي بيت حمدان هي قلت لك واحد قلت له لا اله الا الله انك مستعين اقول لك تحيده قاوي تحيده زين كيف ما عيده اقول عن يكون تصير بيوت الوادم اللي دخلهن وتغوى بيوت الناس ويضربوك ويقتلوك ولا يهمك كيف ولا هي ساير كيف ولا يهمني تدخل بيوت الناس بعد لا قصدي ما بغلط اقول لك سير له وقول له يقول لك الشايب وخلف يبقاك تو ضرور تجيبه زين زين لكن اذا ما شفته اوصى على حرمته هي وصى على حرمته زين زين وقول له اني لا جاء حمدان خليه يجيني بسرعه وقبل ما تصير اسمعني قبل ما تصير جيب القدو زين زين اي صف دقاوه جيبه شايب خلف في شغلات ماشي يا ابوي شاكليت ماشي عند السيت ما حصلنا اليوم ولا هي في السوق كله ماشي كيف ماشي ماشي كل مره نحن نجي انت تقول ماشي ماشي يا الله خذ لك انت قلنا لك ابوي ماشي في السوق مو بعد اخطف يلا كلامك غبار عنك انت السلام عليكم شايف خلي سلام عليكم وعليكم السلام حي الله وباغي باغي باغي مكان اصبر شوي اصبر 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 لحظه خلنا يطلع وزلك باغي وزلك ولا شيء نعم ده مو خاطرك باغي مكان حال ثلاث ايام اسكن ان كان شيء عندكم مكان شيء الوالد شيء وبعدك انت تقول حال حد وارد انت اصبر شوي اصبر انا ثاني ما شفتك بيكون اقول مكان شيء ونص كيف ماشي مكان ها كم يوم تبغى تقضي ثلاث ايام ثلاث ايام اي لكن انت مو اسوي ما حد عندي هني من بيرتب لك المكان من بيوديك الحجر كيف مو تسوي مو بيوديك مين بيوديك الحجر؟ وهين فاضل؟ هين فاضل؟ اللي ما يعرف غير هذا الدكان ومسافر خانة لا راي الله يسلمهم فاضل ومطرفين مكان بعيد شايل أولاد بعيدة شايل إيه وليش شايل خلف ما تشغل واحد؟ على الأقل يساعد فاضل مشغلين أبوي مشغلين لكن ترى سالف شغل ما مطرشينه خلاص لا تحيرني المهم أعطيني المفتاح أعطيني كيف أعطيك يا ولد الحلال وأنت إنسان قريب؟ كيف أعطيك؟ ما يستوي شايف خلف تراك مغيب الحسبة؟ أنا شايف إنك إنك اللي أنتم ما عارفيني مو اسوي يا اخوي ما اتذكرك بكم من زمان ما تشاوفنا مو رايك اني اعرف مسافر خانه حجره كذاب ما دام كذاب عجب الحجر مفتوحات ابوي اول ما تدخل على يدينك اليمين الحجره هاي مره على طول دخلها ها مو قدام هالبرميل لا خبرك تغير خبرك قديم شلنا البرميل من زمان ترى من زمان ما جيت كذاب عجب اقول ترى ساكين معك نفرين يسوي الحجره هي هاي الحجر الوحيد الخايب وفيه نفرين بس نفرين اي نعم اي هو يا الله انا اقول ايش اللي سامانك هي اقول ومن الدخل سامانك واغراضك تعال بس اجلس في الدفتر ترى ولا يهمك اي توكل حياك الله حياك مساكين هذا اول الدفتر اجيني تو احكي اسمك انسى الدفتر بعد ايه صار هين خلاها فاضول هالدفتر هذا هيسة الله يعزيك الشيطان اللي تنع اليوم تبغى الحاجة ذيك الساعة ما تحصلها يوم تحتاجيها يوم ما تحتاجيها تجاه قدامك اعرف هاي الضمة هاي ترى يخشخش فاضول هين 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 هين
هم بيخليه. مو تلدد مو تلدد كأنك أشوفك مغيب شيء. أدور الله يسلمك الدفتر عندهم خلينا فاضول. إذا كان دفتر يمكن تسجل اسمي ترى ما يحتاج. أنت تعرفني وفاضول يعرفني. أول أطبق صدق ما عرفتك بعدني. يوم يجي فاضول هو بيخبرك أنا من هين ومن وين. أنا صدقني لو أعرف بلادك وولايتك كان ما يحتاج يسجل اسمك في الدفتر. ولايتي يا شايب خلف ترى ما تغبى عليك. وانا ايه دراني الله يهديك يا اخوي انا اعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب سبحانه. صدقت والنعم بالله والنعم بالله شايف خلف. ترى مرسولة حاجة من عند اصدقائك مو هناك. ويوم تشوف هذه الحاجة تراك ما تعرفني انا من هين. وهيش هي هاي الحاجة هيش. طاقتني شايف خلف طاقتني. هي باش عرفتك بس 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 لازي عجب ما دام انك عرفتني. عرفت ولادي معلوم كيف ما اعرف ولايتك ابوي. ولايتك هاي مشهوره بالقلعه الكبيره اللي تحت العرصه. ايه ايه الله يرحمك يا سيف بن سلطان اليعربي. ماله 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 سيف بن سلطان ماله. هذا يا ولد الحلال هو اللي بنى القلعه هذه هو. ايه مصدقنك انا مصدقنك. اقول تصدق عجب ان ظل هاي الانسان يبني هاي القلعه 12 سنه. عجيب شفت عجيب تعرف بلادي اكثر مني انت. معلوم انا تراني تعلمت هناك في قرية فرق وصرت لها هالولاية. نعم صرت فرق. نعم تعلمت القرآن هناك. ايه ومين شلك هناك مين شلك. ايك زمان كان عمري 12 سنة وشلني ابوي هناك. وعند مين سكنت هناك. عند اخوالي. اخوالي ترى والدتي الله يرحمها من هناك اصولها وجلست عندهم اجي 4 سنين. عجيب ترك شيء وخلف منه فينا. معلوم لكن عاد لو جايبين لي شيء اللي بخاطري وحي ابغاه كان بتسكن عندي ببلاش. اقول لي مو هو بيكون اللي جايبينه اذا كان شيء بس ببلاش. عجب جبت حلوى الشايب نصيب. افا للاسف عجب خسرت. خسرت؟ هي بس انا جايبين لك صفرجل وبالينج بورقاب. صحيح؟ لا ها وبعد ما قلت لك نارجين وسكر حمر. عجب ابوي بسكن يوم واحد ببرق بلا غوازي. ايه ذكرتني بايام زمان يوم كنا نسبح في ذاك الفلج. فلج؟ ايه فلج بعد فلج دارس. الله شايف خلف. اقوم انا اسير. طولت الجلسة عادت جلست غاوية. نعم فيها ايام زمان ذكرنا. الله 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 جزاك الله خير ذكرتني بايام زمان يوم كنا هناك في ذيك المكانات. اقوم انا اسير. حياك حياك ابوي حياك. ايه ايه من فاضل يا حي الله فاضل. وصلت الحمد لله على سلامة الوصول. الله يسلمك. لكن مو اقول لك مو اقول لك ذاك الغباء وذاك الشركة اللي يدرب الشركة. ايه ما يلام ما لام ما يلام. اعوذ بالله هذي القنفينات خضنا مصارينا. صدق صدق وفنشر تاير فنشرت بعد واهتلكنا وقمنا مو ذاك الغبار ومو ابوي اللي يطوف يطوف يغبرنا. معلوم الناس خلق الله سارة جاية مو يسوي عدم. أقول دراك وشلتني. نعم نعم ما هجاني برهني في الدكان ولا في البيت ما هجاني عنك. وهيش العلوم هناك ايش علوم هناك الجماعة هناك اللي عنهم علومي تبغاها جلسة جلسة كلاب. نعم عجب خلاف يوم نسير البيت نشتل أنا نضربها علوم وسوالف. لا نعم شي طبيعي. المهم جبت الصندوق. هو هو الصندوق جبته. أيه. هو هنا هو. ايه هنا حرسك داخل حرسك مرة مش تط عليك. هي وينشد. هي فاضول ما هي ما هي فاضول. سير ودي لي سير. عبط ما سير ودي لي. اي اقول. اه. ودي وتعال انت تجلس معها تضربها سالفة الدقة سالفة معها ما تجيني. لا 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 بس بس اتسبح وبجي. كيف لا بس تتغدى قبل انت طوف علي سير ودي وتعال. ايه. تعال الصندوق هلكني. هلكني ولوني عبدور معهم مو فيه. إذا أقول تملى ملا ملا لا لا خبرك على البي ما عبدور بي. سير 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 الحين بي يا عبدور بي قوم نسك الدكان ونسير. مع ولدي. نعم. كان باغي تخرج ولا شيء. إيه يكون ما تأخر قبل صلاة المغرب. أنت عاد في البيت
اسمعني اسمع قوانين جديده اليوم حنو باغتنا كان بيت مو سبب انت اول خبش وجهك زين جالس اخبش صبني يدينك اصبني زين ونظف عمرك عندي الحلوطيه وتنظف زين اي بالله قال يجي لهم عندنا عرب هم يجي يسويو يجي يكلمونا بخصوص اختك عايشه انه وبعدني عن اختي عواشل وانا ما عندي علم كيف ما عندك علم انت خليتني اتكلم خليتني اكمل كلامي قاس غاشني سويت كلمي زي قولي قولي اليوم جايين عندي حريم مخبرني بموضوع كيف الحريم عرفن البيت دخل البيت يا ولدي صاقارتنا شيخة ايه؟ هي مسكينة ما قصرت ودلت الحريم البيت مين شيخة دي؟ شيخة قارتنا مسياف هذا مسياف؟ هي هذا مرسونة أحبابي أعوذ بالله من هذه أعوذ بالله في حزبة أمك حشاها أمي حشاها ما لها مسكينة بعد زين منها تقول واجب تخبروا يوسف حيث أن أكبر عن عائشة وتأخذوا رأي إذا راضي بالزواج ولا لا كذا قالت؟ هي نعم ما قصرت أقول اسمعني أسمعش أنت يحتاج تشوف لك ربيع وتقلو السبياع عشان تواجهوا العرب وتكلموا في المهر وبأمور العرس قاصر أنا قاصر ما يحق تقاصر يا ولدي بس أنت المفروض تجلس بيا العرب ويكون واحد بياك ما تخافي علي ولدي أنت ما تخافي علي ولدش عرفك تربيتي دي ما تخافي علي ما تخافي علي زين ولدي وأباك تسير السوق عند الشايب خلف مو باغي قولي لي باي قوطي أنا ناس هذا قوطي يا ناس وقوطي سوية قوطي سوية وقوطي مو قوطي مو قوطي خوخ وقوطي خوخ هي ما تبغي بسكوت ما ب... يا ربي أتكسر علي الحساب ما عندي بس فلوس بس بس إنزين وما مو ناقة أشوفكم يوم شفتوني جاي سكتوا ماشي ماشي هذا في موضوع أنا وأخوش كنا نتكلم بس لا با ما يخصني هذا موضوع هي مو يخصني أنا أنا ما يخصني شيء تسمعي خبي يقولي لها لا إله إلا الله إنزين المهم أنا سأبدل ثيابي وسأرسل سوق عن شايب خلف إنزين عقب بسرعة بوصيتي يعني أجيبه إن شاء الله إن شاء الله يلا 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 أخوذ شوية ما عارفة شيء أسمع عني ناس أخوخ مو هناك اليوم استي في البيت أنتي معالش كذاك متواكلة ومن تسقخدش بخبرش بعدين خبريني قتلش مرة زين بعدين بخبرش ماشي خبريني تو خوش يا خلف السلام عليكم عليكم السلام الله بالخير أهلين حمدان كيف حالك الحمد لله بخير عشاك طيب والله الحمد توي واصل البيت تريح 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 بيك تريح زين 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 ها بناتي مو باغيات عدو عطني عطني ابوي مني عطني عطني بنيات عطني لا توقف هواي تعال تعال كيف حالك كيف حالك انت طيب عشاك طيب الله يعافيك الله يسلمك كيف حالك بخير يا ابوك توني واصل البيت ايه وقالت لي ام الاولاد شايب خلف يبغاك ضروري صدق سير لتو كانت تبغى صدق انا شكيت في نفسي وقلت لا سمح الله يعني بداله شيء ولا شيء خير ان شاء الله مو هناك خير تبغى صدق هي نعم انا ما قلت مره من يجيني قلت يوم يتوحى اجي إذا انت مو تبغى مني تراك شغلت عقلي يا شايب خلف شوف 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 هي والله اخو عزيز هي نعم شوف يا اخوي يا حمدان نعم اللي يجمع بين اثنين بالحلال نعم. الله يجازيه خير كيف فهمني فهمني ايش الموضوع اخوك يبغى يستقر اخوي يبغى يستقر ايه اقصد انا يعني انا زين قول قول اقول نعم دراني بس نعاد من العذوبية ايه الحريم الله يرحمهن شي خلف ايه اجي لك قد هات هات نسيت زين هات هات حمده ايه الحين عاد الكلام بيشتو غاوي الحين زين اخوي عاد حمدان نعم عاد حيل انا بثني من العذوبية الحريم هلاك يوم الله اختارهم الله يحمن هلاك عاد الحين ما عرفت وقلت عاد ايه ما دام عندي الحين الحمد لله الخير والمير وبنت الحلال لقيناها كان ترى عاد بنكمل نصدين ولا مو رايق شايف خلف تو انت من صدقك هذا الكلام ولا بديت تخرف يعني افا يا حمدان يا اخوي بكامل عقلي وصوابي ايه يعني تو انت ناوي تتزوج اذا اراد الله اذا اراد الله زين زين هاي الساعه المباركه لكن عاد مو تبغى مني انا ابغى انا وياك ما سمعت مني الليله نعم نسير نخطب للميه ايه لكن يا اخوي يا خلف هين نسير ومن هذه اللي انت باغي تخطبها يا الله يا حمدان يا اخوي اسمك ما تفهمني احيدك ذكي ما تفهمني افهمني من هين افهمك يا اخوي يا حمدان من هين افهمك وانا بعدني ما اعرف هين اسير واخطب من بنسير بيت يوسف إن شاء الله تو عرفت تو أسميك نقيت عز الله والنعم والنعم فم يوسف اي نعم نقيت حرمة من خيرة الحريم اي والله أشهد اي والله يا حمدان يا أخوي فهمني علامكي أنت ضيعت السالفة أبكي أنا قصدي غير ما هيك أنت فهمني غاوي خلني أخبرك زين سبحان الله سبحان الله شوف كيف الصدف يا اخوي يا حمدان كيف الليله بتتم خطبه البنت وخطبه الام اربعه عفا كيف
وانت من قال لك الخبر هذا؟ حرمتي شيخ هي اللي قالت لي هالكلام، لكن علامك انت صفريت مو جاك ان تحرقني انت عاد. لا لا يا حمدان يا اخوي ما صليت ولا شيء، لكن اقول ما دام كذاك عجب بنعجل الى ما بنصير. كيف يا اخوي كيف؟ هذه لك الناس جايه في موضوع ثاني ونحن سايرين في موضوع ثاني. لا لا مساير احسن لي ما يصير، تبغى تكتمني غم؟ مو تقول؟ مسايرين مسايرين مسايرين، بنأجلها يومين. ليه ما عندي مانع؟ صدقك احسن خليهم اول يجوا يخطبوا البنت ويشلوها يتزوجوها وبعدين احنا نسير. احسن لي ما يصير، احسن لي ما يصير. هي يكتمني غم يكتمني غم، بشرتني بشر ابغى يا شايب حمدان. زين برايك برايك. زين ابوي انا عجب بقوم اسير يوم كذا. لكنك عاد لا تنسى الموعد باكر، بسير باكر عيب. من هين انسى ترى اللي باكر موعد الله يهديك من هين انسى. اي لكن شايف حمدان تراك انت تنسى ريوخك يوم تتغدى، تنسى يوم تيقنه، يوم تتعشى تنسى مو متغدنا، حيدك من الساق. الله الله يجهز ابليسك يا شايف خلف. يلا يلا ترخص عنك انا. ثمان الله. ماله؟ اقول جيب لي غرشة شربة نمتو. هات له عند الدور، هات له. هات له نمتو، هات له. بشارتي انا ابغى بشرة نتاخ. لا اله الا الله محمد رسول الله. خذ 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 عن الرجال خذ. هات دوك. بكم غاشة بكم؟ ربي دين. زين ابوي سجلها بالحساب زين؟ دين. يلا عجب انا سائر عنك ثمان الله. ماله؟ يلا ماله. 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 هاي نديك البشارة الحصلة. خذ انت معك خذ. خذ. ما خلاص اعطينا الفافيخ. ما هي الفافيخ ما هي شيء. سيروا غيبوا عني غيبوا. بعدكم واقفين؟ هيكم واقفين؟ كيف تقول ما جاءنا من فافيق؟ الدكان ما بتروح من فافيق، ما تبيع ولا ايش؟ تردد لا ابغى اسمعك ولا ابغى اشوفك، غيب عني. يا الله لك يا دكان، غيب عني غيب عني غيب، ما ابغى اشوف وجهك. هذا ايش؟ بعد في انت اللي بتخسر، انا بعد من ذا يا يلا خيرنا ابي على حالكم ودوروا احكم. غيب تنتظرني والله انت تاير الحين. لا داوي وجهك بر. لا 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 اقول كانت تبغى علوم ولا اخبار؟ ما ابغى علوم، ما ابغى علوم ولا ابغى شيء. صدع عني بعد اسجدني، غيب عني بعد ابغى اشوفك انت بعد. ان شاء الله مو فيك من الله والله اصابتك. اقول لي مو هنا. خلني مغمي، خلني مغمي لا تزيدني، الله يزيدك. خلني غمك غمي غمي. مو مغتم مو هنا. قول لي ايه مو بتسوي، مو بتسوي. اقول لك مو بيدك بالحيلة. مو انا بعدني انا مو اسوي. قول انت اذا في مشكله ولا شيء لا قدر الله قول لي، انا بنتعاون وياك بنحلها. قول مو هي المشكله المسألة وما فيها يا فاضول. إيه؟ قولي كذا. أنا أقول مو باغي لك ضروري. عصرينا شايف خلا باغي يتزوج. إيه باغي يتزوج. لكن سمعي عاد. إيه. حان تقومي تنشر الخبر. إيه. تخبري فلانة وفلندانة. ها؟ إيه. هي عن تسوي كما مسعودة بوتات الخبر من دون منشودة. إيه رجال الله يهديك ولد حلال، مو قالوا لك أنا مسعودة وأمو؟ أنا حذرتش وأنتي عاد على كيفش. مو قالوا لك انا طيب كلام وامو؟ انا قلت لش سمعي زين خلي اول الكلام يتم ها وخلاص وتبيت خبري خبري على كيفش. سمعتي؟ سمعت بس انا زمان كذي يا باش. اي نعم احل منك وامو. صبري خلنا اكل الفرده تسح. صبري يلا يلا يلا. اقول لك ها متى يتزوجها؟ واقول قصدي يعني متى يخطبها؟ مو اقول لك مو اقول لك يا شيخ، مو اقول لك يوم الله يريد. متى يخطبها بعد؟ يا الله اكون عليك كذا تظلم عني سر. ما تهوني علي يا بنت الحلال، لكن انت حال مو شايل همهم حالهم. قولي لي انا مش احبهم ما اسوي. ترى ابغاهم يا ولد الحلال، ابغى حالهم الزين. اغنم لك غنمي غنمي. هذا العيب فيه إيه؟ ما هارو مضم عن نشتر ما هارو مو اسوي كذا. إيه؟ تراني هنا هو ام اولادي ام اولادي مو اسوي. انا شحيله ام سياس. اقول الله يخلي حالنا. اقول لك نعم. يوم يتزوجها شايب خالد يخليها تصير بالدكتوريه تشتغل. ما ظني ما ظني إيه؟ هي ما يخليها رجال غني كما خلف يخلي حرمته تصير تشتغل بشكار حيث الدكتوريه. جننتي انت ده ابوي انت ده زين مو فيك كذا.
أقول نعم تعتقد أنها بتوافق تزوج الشايب خلف؟ حانو ما توافق. حد أحسن من شايب خلف؟ ماشي. حد أتقر من شايب خلف؟ أبدأ. حد أغنى من شايب خلف؟ حشا. عجب حانو ما تبغى قولي لحانو. يا ولد ما تصرخ علي الله يهديك، مالك الزين أنت على حواسك وامو. أسمعي إيش قاعدة تسأليني؟ شوي شوي علي كل قهوة كنت خليني أرتاح في بيتي أنا أستريح. كل ساعة الأولاد لو عليك وادي كل ساعة. أسمعيش ما حرم أنت؟ حشا؟ كلتني؟ ضايق باردي وعلي ضايق باردي. نعم في كني حمى متهوت بحمى. الله يعطيك الصحة والعافية بخلف. الله يعافيك إن شاء الله. بس أنا جيت أقول لك اليوم أنك لا تنسى تجي بعد العتيم اليوم عندنا البيت بعد صلاة العتيم. الله لا يوفقكم إن شاء الله. كأني قل شيء ما خلف كأني قل شيء. أقول الله يتمم بخير. إيه يعني ما دام كذاك أنا أقوم أترخص أنك أروح عند با حمدان شوية. همو تصير عشان با حمدان أقول أني أجيب ياكم اليوم صار معزوم معكم هو. لا لا أنا من رأيي إيه إحنا نسير أنت لا تصير. أيه. أنت إيه صدق فاضول. هنصير واحدة نخبره أيه. وكل شيء بنخبره دخلوا هذول دخلوا بعني ينسى. لا لا حشا إذا عقب تابع الله عليك إن شاء الله أنا بسير بنفسي وإذا ما صرت أنا بيصير عنتر زين. لا 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 بسير واحدة بسير بنخبره ما يهمك خلاص ترخص أنا طمن طمن الوالد تمالا فضل تمالا تمالا لا تنسيوه سلم على الوالدة مع صلاة العتيم زين سير يبلغ سلام يبلغ تمالا سير يا الله ما يتم إن شاء الله. توه مو ضحكك مو فاهم أنت الحين مو فاهم سير داخل سير شو مبسوط مخلي يمكن الناس يقول شيء من من سير منا سير خلاص اختف جالس تكركر شو شوف خلق الله بيقول تبغى شيء تبغى حاجة وتجالس هنا. أقول الخطة الأولية نجحت باقي الخطة الثانية ترى. الخطة الثانية بنتكلم عنها وإحنا سايرين البيت في الطريق. نزيد إيه عبن بندتي هي بندت وبندت بندت نزيد ولا لين تبندت شيء بسير داخل شوف عمتور والحرب اللي جالسين داخل وطوف علي خلاف متبن الدكان طوف علي زين بشوف حسابات وبجيكم لكن لا تتحجر علي إني لا 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 يلا عجب بسير عنك يلا 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 سقاطين انزين وهيس شنو تخلاف صوتنا في المسجد وهي من المساجد شب؟ المسجد هي المساجد توطر لساني يا الله. مسجد عود؟ اي نعم يا الله ذاك المسجد لو تشوف ذاك النقص يقولوا وين 99 نقصة ودافت المية نزلت كاك بالليل. بس بس عرفت زين وخلاف فين صرت؟ فين صرت بعد عند الرجال اسكت انت ما حد يتاخذ اسكت زين وخلاف المهم اني ما اطول لك السالفه صرت المسجد ونمت قلت بنفسي انام اصبح الصبح اصبح الصبح اشتل اشوف صاحبنا قلت بصلي الصبح واشتل زين انا اصلي الصبح الصبح واحد من الجماعه اللي يصلوا ذكرني شان ما من الحاره شانه قريب ما راح البلاد قال لي الاخ أبا أسألك ومو قال لك منو ما قال لي قال أنت ما غريب ما كذا أكيد أنت قلت له نعم تو أنت حين يا بني إيش تقول أنت إيش حاشرنك وسط أنت إيش حاشرنك ما قال لك تدخل في الأمور اللي ما تعنيك بس يا شهد عنك هذا جمال صوفي كمل يا أخي يا صوفي طلع منه كمل فاضول كمل المهم الرجال عزمني قال لي ما تشتري من هنا الا معازم معزوم عندي انا زين قلت له انا بسير عند الرجال ترى جاب اغراض قال لي لا ابدا اول سير عندي وجد قهوه وبشر لك عند الرجال والنعم النعم نعم كريم نعم نعم النعم زين صرت من هناك انا وياه زين تو مو ذبي خله هلكني خله خله خلاص حكي زين المهم صرت عند الرجال وتقاويت قال لي تو بزورك البلاد تراني زين وقام يدورني من مكان لمكان ووصلني الحصن اما ذاك الحصن كيف كبره ومعتني فوق قبل معتني معروف مشهور معروف لكن عاد تعب عاد وصل هناك تعب هناك وصلت هناك وفح
ماشي عاد وحلمتي اعرفه ضحيتي اعرفه المهم طلعنا من هناك ونزلنا وصرنا نسبح في الفلك. ايه فلك 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 السمدي. ايه السمدي السمدي معروف وروان ذاك الوادي أوه. كله ماي ومنها نخيل ومنها نخيل ومتمايلات وذاك الهواء مشهورة عليك أم الفرط اللي متمايل. خلاص خلاص قوم نكمل السالفة في الدرب ونحن ماشي خلاص ندخل على العرب هنا خلاص تعالوا خلاص ودنا يلا بسرعة تعالوا ايه البقلي هنا؟ اشوف هدوء ولا ماشي؟ قلوب ضعيفة ولا عينة ضعيفة؟ هاي على الولاية هذه خلفت شعراء ودباء وعلماء وهاي المسجد بوسرت لنتين قد فيه هاي مبناية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الرسول من بنا خلى سوال لك سالبة لا سوال غاوي نعم يا باق أنتور كيسأل بناء الله يسلمك يا أنتور الصحابي الجليل مازن بن غضوبة وسموه مسجد المضمار. زين احنا انا ابغى اسالك سؤال بعد. يا هيك سؤال يلا داش لا ماشي اي من جاي الحين شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم